نتابع في هذه المحاضرة ما بدأناه في الفقرات السابقة من الحديث عن أنظمة التهوية الآلية الأساسية. في هذه الفقرة سنتكلم عن نظام الـ IMV Intermittent Mandatory Ventilation، اللي هو التهوية الآلية الإجبارية المتقطعة، هيك ترجمته. طبعا بجوز الكثير ما يعرف هذا النظام لأنه أصلا ما موجود على أجهزة التهوية الحالية، تم تطويره إلى الـ SIMV Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. فالمحاضرة هتكون أساسا عن نظام الـ SIMV، وطبعا احنا عم نتكلم عن Volume Control حاليا. بحب أذكركم بهالصورة من الفقرة الماضية لما حكينا على Assist Control، وطبعا في صورة جديدة لما عم نحكي عن الـ SIMV أو الـ IMV. لاحظوا الفرق بين الصورتين. بالنسبة للطفل اللي على اليمين اللي هو بيعبر عن Assist Control، هو مدعوم تماما من قبل والده اللي هو عم يمثل الجهاز التنفس حاليا. لما عم يحاول يبدأ بالخطوة، الوالد هنا عم يساعده بأنه يقوم بنقله تماما، بيشيله وبيحطه. فعمليا هو الطفل عم يحس حاله عم يمشي، بس هو عمليا اللي عم يساعد اللي عم يقوم بالمشي تماما هو الوالد اللي هو جهاز التنفس هنا. بينما بالصوره اللي على اليسار هي بتعبر عن الاس اي ام في، هون الطفل عم يقوم بالقياده، يقوم بقياده الدراجه بشكل جيد، لكنه يحتاج الى دعم قليل من والده، فالوالد عم يقدم دعم متقطع له. فهنا الطفل يقوم بجهده بشكل مباشر، اللي هو المريض بيعبر عن مريض، حالة مريض هنا. الوالد هنا يقوم بدعم متقطع، يعني عم يحاول كل فترة وفترة بيعطيه دفشة صغيرة أو بيحافظ على توازنه. الوالد هنا يقوم بجهاز التنفس. هذا هو الفرق الأساسي ما بين الأسيست كنترول والإس أي إم في. إذا حطينا هالصورتين ببالنا بنقدر نستوعب تماما شو هو الفرق بين هالنظامين بالتهوية. إذا تم تطوير هذا النظام في أوائل السبعينيات تقديم طريقة لدعم التهوية الآلية الجزئي لتسهيل الفطام عن جهاز التهوية الآلية. يقوم المريض هنا بالتنفس بشكل عفوي من خلال جهاز التنفس، طبعا ما بيمر بالدارة أو ما بيمر بنفس الطريق اللي بياخذ منه المانديتوري، وبالتالي بيكون شوي المجهود أقل. والمقابل المريض ممكن نعطيه انا دعم اجباري ببعض الحركات مشان نحافظ على مستوى مقبول من التهويه بالدقيقه، وبالتالي فانا عم امزج بين حركات عفويه عم اسمح لي يتنفس على كيفه، وبين هالحركات انا عم حاول اعطيه دفعات من الحركات الاجباريه. هي فكره الاي ام في، انا فتدريجيا مخفف من هدول الدفعات الاجباريه، فبصير المريض بيتنفس بشكل عفوي تماما عبر جهاز التنفس، وبالتالي بيقدر اطمئن على جهاز التنفس. هي الفكره اللي بدات بالسبعينيات. رح نلاحظ انه الفكره في عندها مشاكل كثير وحنناقشها بهالمحاضره. لاحظوا هنا المريض على نظام الاي ام في ياخذ حركه اجباريه تمر عبر جهاز التنفس وعبر الداره وعبر الصمامات، وبالتالي ياخذ حركه اجباريه بحجم جاري محدد سلفا وليكن 500 مثلا. انا بعطي المريض حركه اجباريه كنترولد بريث مثل ما شرحناهم بالمحاضره اللي حكينا فيها عن تصنيف التهويه الاليه، رقم اظن كان 12. هون المريض قرر ياخذ حركه عفويه على نظام الاي ام في. لاحظوا انه هنا انا روحت او طريق الحركه اقل تعقيدا من طريق الحركه الاجباريه، المريض فقط بيتنفس بشكل عفوي من مصدر للغاز. هي التفاصيل التقنيه ما ضروري نعرفها، بس المهم انه تصميم الجهاز كان على اساس انه نخفف الجهد خلال الحركات العفويه. هالفكره لما انطبقت على الواقع او لما تم تصميم الجهاز، طلع عندي مشكلتين كبيرتين في هذا النظام اللي هو الاي ام في. اولا انه ممكن المريض وجهاز التنفس يصير في عندهم تعارض ما بينهما، بنفس الوقت المريض بده ياخذ حركه عفويه وبنفس الوقت الجهاز حيعطيه حركه اجباريه، وبالتالي حيصير بريث ستاكينج او تعارض النفس. ممكن المريض يكون عم يعمل زفير جهاز يعطيه شهيق، يمكن المريض الجهاز عم يعمل شهيق يعطيه المريض يعني تنفس، المريض يقرر يعمل زفير، وبالتالي انا ما عاد انا في عندي تعارض مين يتحكم بانه هلا لازم اخذ حركه اجباريه ولا هلا لازم اخذ حركه عفويه، وهي مشكله كبيره طبعا. فهي احد المشاكل الاساسيه اللي قامت او اللي نتجت عن تطبيق هذه الفكره. المشكلة الثانية انه انا هنا عم اسمح للمريض يتنفس عفويا عبر دارة جهاز تنفس صناعي. المريض محطوط على انبوب رغامي طوله مثلا 30 سنتي، في عندي دارة طولها مترين، وفي عندي دارة داخلية لجهاز التنفس. المجهود التنفسي المطلوب للتغلب على مقاومة هالانابيب هي مجهود عالي، مش حيالله مجهود، يعني انا عم اطلب المريض يتنفس من مسافة متر. فينا اي واحد فينا يجربها، يحط انبوب طوله متر مثلا يحطه بيتمه
او مترين، لانه الدائره طولها مترين، وياخذ نفس منه 5 دقائق، يعني مش يسهل ابدا ابدا. فكيف لو كانت الرئه اصلا مصابه وفي عندها مشاكل بالطرق الهوائيه او بالرئه، مثلا في ذات رئه او في اي اصابه رئويه، اي ار دي اس. فمن الجنون اني اطلب من المريض انه ياخذ حركات عفويه على اساس انا عم سهل الفطام، انا هيك عم اعذب المريض وعم اجهده اكثر. وبالتالي هي مشكله ثانيه اللي نتجت عنا بهذا النظام، انه في عندي انا مجهود عالي كثير للحركات العفويه اللي مفترض نحن نستعملها لنخفف الجهد على المريض. تم حل مشكله عدم التوافق او التعارض بين الجهاز والمريض بتطوير تقنيه التوافق او التزامن او السينكرونايزيشن. في هذه الحاله يقوم المريض بالتنفس بشكل عفوي اذا كانت المنفسه لا تعطي اي حركه اجباريه، وتقدم المنفسه حركات اجباريه اذا كان المريض لا يقوم باي تنفس عفوي. لو المريض حب ياخذ تنفس عفوي والمنفسه بنفس الوقت عم تخطط لتعطي حركه اجباريه، طبعا احنا عم نعطي على ريت محدد وليكن 5 ثواني، كل 5 ثواني لازم تاخذ حركه اجباريه الجهاز. فلو المريض بذل جهد عفوي بهالفتره هي ما قبل بدء الحركه الاجباريه، بنسميها فتره الويندو، المنفسه تتحسس للجهد العفوي للمريض وتقوم بتقديم حركه اجباريه تماثل الحركة الاسيستد اللي حكينا عنها بنظام الاسيست كنترول، بنسميها الحركة هي سينكرونايزد، هي تقريبا نفسها الاسيستد اللي حكينا عنها بالاسيست كنترول. بالنسبة للمشكلة الثانية هو مشكلة الجهد التنفسي الزائد خلال الحركات العفوية، تم تطويره بإضافة البريشر سبورت. البريشر سبورت هو نظام مستقل حاليا، بس يمكن أو إجباري هو مدموج مع الـ SIMV في كل أجهزة التنفس. كل أجهزة التنفس ما بتعطي SIMV وحده، بيكون في عندي خيار إضافة بريشر سبورت. فلو أنا حطيت بريشر سبورت صفر فأنا عمليا ما عم أدعم المريض أبدا خلال الحركات العفوية، وهذا خطأ. أنا لازم أقدم مقدار مقبول حسب الجهد التنفسي للمريض من البريشر سبورت لتغلب على مقاومة الدارة ومقاومة الأنبوب، وربما على نقص المطاوعة عند المريض، وبالتالي أنا أقدم حجم جاري مقبول خلال الحركات العفوية ولا أجهد المريض خلال الحركات العفوية على جهاز التنفس. بصير هي اسمها الحركات، بصير حركات سبورتد، ما عادت حركات عفوية أبدا. طبعا مرة ثانية اللي بده يعرف أنماط الحركات التنفسية يرجع على المحاضرة رقم 12 اللي حكينا فيها عن تصنيف التهوية الآلية، والجزء الأخير كان عن أنواع الحركات التنفسية. هالمخطط اللي شايفينه بيعبر عن موجة الضغط مع الزمن، المخطط العلوي، المخطط السفلي موجة الحجم مع الزمن. لاحظوا أنا في عندي مزيج من نوعين من الحركات، حركات عفوية وحركات إجبارية. هذا نظام الـ IMV، نظام الـ Intermittent Mandatory Ventilation. هذا النظام ما عاد موجود حاليا. بنشوف المخطط، اول شيء عندي الحركه العفويه، لاحظوا اول شيء الحجم الجاري تبعها قليل، بينما الحركه الاجباريه الحجم الجاري تبعها كبير. بالنسبه لموجه الضغط، لاحظوا الحركه العفويه كيف تبدا، تبدا بشهيق سلبي، لانه عندي انا الشهيق سلبي بيكون بالضغوط السلبيه، الزفير ايجابي، بعدها الحركه الاجباريه لاحظوا انه كلها عباره عن ضغط ايجابي اللي هي الحركه الاجباريه. فانا عندي حركه عفويه، بعدها حركه اجباريه، بعدها حركه عفويه، بعدها حركه عفويه، بعدها حركه اجباريه. فهدول 5 حركات. لاحظوا طبعا هون ما عندي مشكله تعارض ما موجوده، بس هالمشكله قد تحدث لو انه صار تصادف في نفس الوقت المريض بده ياخذ شهيق وجهاز التنفس بده يعطي شهيق مثلا، او بناء الزفير مع شهيق او شهيق مع زفير. فهي هي مشكله الاي ام في. هون مشكلة التعارض انحلت، سوينا نظام الاس اي ام في. لاحظوا بالنسبة للموجات في عندي 4 حركات تنفسية، الحركة لاحظوا عموجة الحجم، حجم مقابل الزمن هي الموجة السفلية، أنا عندي حجم صغير، حجم كبير، الحجم الصغير هو الحركة سبونتينيوس، الحركة العفوية، الحجم الكبير هو الحجم الإجباري. ففي عندي حركة صغيرة، حجم كبير، حركة إجبارية، حجم صغير، ثم حجم كبير. بالنسبة للموجات إذا ننتبه على موجة الضغط، اول موجه اللي هي بتمثل الحركه الاولى، لاحظوا انزياح سلبي ثم ايجابي، هذه حركه عفويه، الشهيق سلبي بيكون هون. هلا بالحركه الثانيه المريض حاول ياخذ تنفس، عمل انزياح سلبي للاسفل، الجهاز التنفس كان مخطط يعمل حركه اجباريه بنفس الوقت هذا بحسب الباك اب تايم اللي هو 60 على عدد مرات التنفس. مثلا 60 على 12 بيكون في 5 ثواني، فاخر جزء من 5 ثواني بيكون 20% هي بدقه اكثر. بالثانيه الاخيره المريض حب ياخذ حركه تنفسيه، والمريض والجهاز التنفس كمان حب يعطي حركه تنفسيه، فتحولت الحركه لحركه اسيستد. لاحظوا الحركه اللي بعدها حركه سبونتينيوس، ما في اي تعارض، وبالتالي اخذ المريض سبونتينيوس تماما، المنفسه ما كانت عم تخطط لحركه اجباريه، وبالتالي سمحت المريض ياخذ حركه سبونتينيوس. الحركة الأخيرة لاحظوا إنه الميت ما عاد حب ياخذ أي حركة، هو ما بده، فجهاز التنفس حسب الباك أب تايم اللي هو 5 ثواني في هذه الحالة، إنه حاطين ريت 12 مثلا، عم يعطي حركة إجبارية مثل الحركة مثل ما هو مخطط سلفا.
طيب انا مريضي على جهه نظام الاس اي ام في، انا حاطط سيت ريت اللي هو عدد مرات التنفس الاجباري مطلوب من المريض، حاطط انا 10 حركات او 10، فكم حركه اجباري عم ياخذ المريض بهالحاله بهذه الاعدادات؟ هو عم ياخذ 10 اكيد، لانه هدول ال10 اللي حاطهم حياخذهم اجباري. طيب كم حركه سبونتينيوس او سبورتد اذا كنا ضايفين بريشر سبورت حياخذهم او المريض ممكن ياخذهم؟ ممكن ما ياخذ شيء المريض اذا ما بده، ممكن ياخذ 20 حركه او 30 حركه اضافيات فوق ال10 اللي هن انا حاططهم. فانا لما كان لو كان التوتال ريت تبع الميت 26 بهالحاله، فانا في منهم 10 اجباريات و16 من سبونتينوس او سبورتد اذا في اضافه للبريشر سبورت. بنظام الاسيست كنترول ما كان بنفس التفصيل، كان مو هو ببساطه بطرح الموضوع، واللي حابب يعرف التفصيل يرجع للمحاضره من جديد. فبالاس اي ام في انا هذا هو المبدا تبع الاس اي ام في. مرة ثانية أنا في عندي هون مخطط للضغط، موجة الضغط العلوية، موجة الحجم، موجة الجريان، إذا انتبهتوا عليها السفلية. طبعا بالبداية أنا في عندي لاحظوا بالنسبة لموجة الضغط، أنا بعرف من خلال موجة الضغط شو نوع الحركة. في عندي انزياح سلبي بالبداية ثم ضغط إيجابي، فهذه حركة أسيست أو سينكرونايز بهالمود، هنا عم نحكي اس اي ام في. الميل عم ياخذ حجم جاري كبير، عم ياخذ حركه اجباريه تقريبا اسمها اسيستد او سينكرونايز، والجريان هون عم يكون ثابت لانه انا هون انا على فوليوم كنترول. لاحظوا الحركه الثانيه انزياح سلبي ثم ايجابي، هي حركه عفويه سبونتينيوس، ما في عندي بريشر سبورت هون. نفس الكلام الحركه الثالثه، نفس الكلام بالنسبه للحركه الرابعه كمان مره ثانيه، هي حركه اسيستد او سينكرونايز، الميت حاول ياخذ جهد فالمنفذه تحسست مع الجهد اللي عم ياخذه، وبالتالي سينكرونايز وذ هيم، حطيته حركه اجباريه مشان ما يصير في تعارض بيناتهم. نفس مبدا الحركه الاسيستد بنظام الاسيست كنترول. بالنسبة للمخطط هي موجة الضغط والحجم والجريان، أنا هون ضفت بريشر سبورت للحركات العفوية. لاحظوا الحركة الأولى حركة إجبارية أو أسيستد، مرة ثانية مشان نكون دقيق بالتعبير، لأنه المريض عم ياخذ عم في بذل جهد في البداية، فالمنفذة عم تتحسس لهذا الجهد وعم تعطيه حركة بحجم جاري محدد سلفا. لاحظوا موجة الجريان هي موجة ثابتة اللي هي بالمخطط الصفري. هلا الحركة الثانية لاحظوا انه انا بالبداية في عندي انزياح سلبي، بس في عندي انا خلال بعدين في عندي انزياح ايجابي وكبير. هذه الحركة حركة سبورتد، عم ياخذ المريض دعم شهيقي خلال الشهيق، عم ياخذ دعم ضغطي خلال الشهيق، فانا هون انا اعطيته بريشر سبورت 10 مثلا، فما عاد يتنفس لوحده على دائرة المنفسه، انا اعطيته دعم مشان يزيد الحجم الجاري عنده، وبالتالي ربما يقلل المجهود التنفسي عنده نظريا هالكلام. الحركه الاخيره مره ثانيه هي حركه اسيستد او سينكرونايزد. اذا للمريض الذي يكون يتنفس من خلال الاس اي ام في يستطيع ان ياخذ 3 انواع من الحركات: الحركات الاجباريه الكنترولد، الحركات العفويه والتي يمكن ان تكون سبورتد سبونتينيوس وهي غالبا سبورتد لان انا راح اضيف بريشر سبورت لها، والحركه المدموجه بيناتهم هي بين المريض والمنفذه هي اسيستد، المريض بياخذ سينكرونايزد بريس اللي هي تقريبا نفسها الاسيستد بريس. بالنسبة للمزايا لهذا النظام، من أهم المزايا أنه هو بيقلل الجهد التنفسي للمريض. لاحظوا حطيتها بالأحمر لأنه هذا الكلام اللي بينكتب بالكتب، بس حقيقة كل الدراسات الحالية والسابقة أثبتت أنه هذا النظام يزيد من الجهد التنفسي للمريض. ما راح أحكي كثير بهالتفصيل هذا، ربما شوي كبدايات بتهوي الآلية، أنه في ناس كثير بتحب هذا النظام. صراحة الفكرة اللي شائعة أنه هذا النظام بيقلل الجهد التنفسي للمريض هي فكرة مغلوطة. الدماغ لا يمكن ان يتاقلم مع الحركات الاجباريه، يؤقلم نفسه مع الحركات الاجباريه، بمعنى اخر انه يتوقف اثناء الحركات الاجباريه ويعمل اثناء الحركات العفويه. ما في انسان او ما في مركز تحكم بالتنفس ما في بيقدر يتاقلم مع هذا الوضع، وبالتالي الدماغ يعمل خلال كلا الحركات الاجباريه والعفويه، وبالتالي في عندي انا اجهاد على المريض، ان كنت عم اعطيه اجباري وكنت عم اعطيه عفوي. فهي الفكره اصلا فكره كانت نظريه طبقت ببدايات السبعينيات، وللاسف لهلا بعد 40 سنه في ناس بعدها مصره ان الاس اي ام في هو نظام جيد. على كل هذا الكلام يبقى حسب تفضيل الطبيب وحسب انتشار النظام في انتشار استخدام النظام في وحده العنايه التي يعمل فيها الطبيب. بشكل عام حول العالم الاغلب هو استخدام الاسيست كنترول، بس بيبقى الاس اي ام في في له مشجعينه حول العالم، يعني هذا الموضوع مره ثانيه تفضيل للطبيب. كمقارنة بين الاس اي ام في والاسيست كنترول، الاس اي ام في بيحسن التزامن نظريا، بيقلل من
او بيحافظ على وظيفه العضلات التنفسيه نظريا، الدراسات ما اثبتوا هالشيء ابدا ابدا، وانما انا عم اذكر السلايد لانه في ناس دائما بتحكي بهالكلام هذا. بيقلل من ضغط الطرق الهوائيه الوسطي، ربما بيقلل من التندنسي او الميل لتطور الاوتوبيب الاحتباس الهوائي. ربما هالكلام صحيح لانه ما بيصير في عنده هايبر فنتيليشن عاده هذول المرضى، وان كان ربما يحدث، يعني هذا الحكي ما قطعي. بالنسبه للاسيس كنترول، ربما يكون الاسيس كنترول او اكيد هو افضل في حالات المرضى الحرجين. بمعنى اخر، المريض انا حطيته على جهاز تنفس صناعي، المريض حاليا باصابه اي ار دي اس، في عنده ازمه مثلا نوبه ربو شديده، في عندي رد على الراس، انا لابد اني اتحكم بالتهويه بشكل جيد عنده، لازم اعطيه تسكين كامل، اعطيه تركين كامل، نيمه بشكل كامل. هدول المرضى انا ما فيني اسمح من مجرد ان نببتهم هون اسمح لي بالحركات العفويه منهم، وبالتالي ما عاد له طعم نظام الاس اي ام في هون. انا حطيت مريض على تنفس صناعي، انا ابدا باسيست كنترول. هلا الممارسه الشائعه انه انا بعد فتره المريض بيتحسن شوي، بخف وزمه الرئه عنده، بتخف عنده الاصابه الرئويه او بتخف اصابه الطرق الهوائيه، بيجي بحوله على اس اي ام في على اساس عم مرن له العضلات، وبعدين بحوله للبريشر سبورت مشان يجهزوا الفطام. هي الخطوه صراحه، هي كلمه تمرين العضلات هي نظريه، والا على ارض الواقع ما في لها اي تطبيق عملي. نظام الاس اي ام في كنظام فطام فشلا ذريعا منذ التسعينيات. ما في ممارسه حاليا بالعالم باستخدام الاس اي ام في للفطام. المريض جاهز للفطام، انا بحطه على تي بيس، بحطه على بريشر سبورت، بحطه على سيباب، هدول الثلاث طرق المعروفات. اما كانه حط على اس اي ام في ونقص الريت تدريجيا، مثلا هو على بياخذ 15 حركه اجباريه، قللها الى 10 مثلا، كل فتره بخفف ثلاثه، كل ساعتين ثلاثه، والمريض بيزيد الجهد التنفسي الاجباري العفوي عنده، وبالتالي بعدين بيصير بيتنفس كامل وما بيعود المنفسه بتعطيه اي شيء. هذا كلام نظري اثبت فشله على ارض الواقع. انا شخصيا من لست من انصار الاس اي ام في، وان كان مره ثانيه ان الموضوع تفضيل شخصي، بس بشكل عام الاشيع او اكثر انتشارا حول العالم هو الاسيست كنترول. بالنهاية النظام الأفضل حقيقة هو النظام اللي بيقدر الطبيب يتحكم فيه بشكل جيد، الأكثر خبرة فيه. إذا هو مرتاح بهذا النظام ومرضاه عم يكونوا مرتاحين، ما بيهمني أنا كان أسيس كنترول أو إس آي إم في. بالنهاية كقاعدة علمية ما في فرق بين الأنظمة، ما في نظام أثبت تفوقه عن نظام آخر. هيك بيكون وصلنا لنهاية المحاضرة، أتمنى أن يكون استوعبت الموضوع من كامل جوانبه، وإن شاء الله ننتقل للبريشر كنترول بالمحاضرة القادمة.